النهارده مصر اتاكدت مين اللي عمل موقعه الجمل، اللي عمل موقعه الجمل للاخوان اللي كانوا مسلمين. ده اللي انا قلته دلوقتي على فكره في المرافعه، وقدمت للمحكمه المحكمه المستقره لعدم جواز الطعن من النيابه العامه في محكمه صدر براءه نيابه في محكمه الجنايات وجواز الطعن. اثنين، البلاغ اللي انا قدمه للنائب العام ضد النائب العام اللي هو اللي انا قلت له فيه ان جيت اباشور عصام سلطان وعصام الف التلفزيون انك هتطعن برغم انك مالكش حق تطعن في هذه القضيه. نمر الثلاثه، قدمت للمحكمه الطعن اللي انا عامله في محكمه القضاء الاداري لعزل النائب العام لسبب ان هو الطعن ضدي.